التنافسية العالمية. مصر قبل الأخير في جودة التعليم. مصر الدولة رقم 3 في العالم في المركز السني. مصر الدولة رقم 3 على مستوى العالم في الدخول المناطق الإباحية. والله وعملوا للرجالة ورفعوا راس مصر بلدنا. لا مين؟ لا طبعا لا دي بجد. انت بتسأل اسئله غير منطقيه. طب ايه اللي يثبت لك ان انا بجد؟ حب تسافل يا قليل الادب يا ابو محط. كان عندنا سكر يكفينا وكان عندنا رز وكنا بنسطره. ايه اللي حصل؟ ايه موضوع السكر؟ سكر ايه؟ بص على الخضار وبص على السوق، الناس كلها بتشتري. انا دماغي لفت يابا. انت هو لما اتكلم على مراتي ولاد اخواتي. اطلع فاصل يا جماعه، اطلع فاصل يا جماعه، اطلع فاصل يا جماعه. طب شحط مخته في السوق وتحت. ما شفتش بس انت كم؟ اه عارف كم؟ اه ايه؟ مين هي كم؟ عشان يعني كم كرت الشياب؟ طب والله العظيم انا قعدت 10 سنين تلاجتي كان فيها ميه بس ما حد سيبها صوت. 10 سنين تلاجتي كان فيها ميه بس. نادي الزمالك قدم اداء شجاع، لعيبه نادي الزمالك قدموا اداء شجاع، لكن كما كنت غير بتسني ويا ريتك جيت لقيتنا خسارك جنني. قلت اروح الله يلعن ابو اللي جابك يا ابن الكلب يا واطي. داخل محمد صلاح، محمد صلاح وهوكو، واحد 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 واحد، عطيه ولم وايه وهوكو. ولا واحد قلت